حياكم الله. أنا اليوم موجود بالجادة من شركة أرادا عشان نشوف مشروعهم الجديد، وهو عبارة عن بزنس سنتر. طبعا أكثر شيء بيميز هذا المشروع أنه هو الوحيد من نوعه بالشارقة كبزنس كومبلكس، وتاني شيء بيميز المشروع أنه عليه عوائد مضمونة 8% بالسنة لمدة 10 سنوات. وهون عندنا مشروع الجادة من أرادا بإمارة الشارقة. طبعا أول شيء نحن نتكلم عن موقع المشروع. نحن موجودين بهذا الاتجاه، عندنا مطار الشارقة تقريبا 5 دقائق بعيد عنا، وعندنا من هون جامعة الشارقة أو الجامعة الأمريكية في الشارقة موجودين بهذا الاتجاه، فبالضبط بالأرض اللي ورانا. فنحن بموقع مميز جدا، قريب على المطار وقريبين كمان على المدينة الأكاديمية في الشارقة. وعندنا هون بالمشروع زي ما شايفين مشروع سكني وتجاري بنفس الوقت. وهون نحن حاليا موجودين بهذا المجمع اللي هو السيل سنتر، وعندنا هون المول اللي حيكون موجود. طبعا هذا تصميم المول من تصميم زها حديد. وعندنا هون الفندق اللي حيكون بالمشروع، وهو فندق الأدرس. طبعا حتى إعمار عم تستثمر بهذا المشروع بفندق الأدرس وبفيدا اللي موجودين بهدول الأربع مباني هون، وحتى فندق الروب الموجود هون، زائد طبعا مساحات خضراء حتكون فيها. في أول مراحل بالمشروع هون تسلمت من تاون هاوسز وشقق، وبالمرحلة الجاي كمان حتتسلم هدول المبنيات الموجودين هناك لاسم النست. وكمان زي ما أنا قلت إن المشروع متكامل، حيكون فيه 3 مدارس، في مدرسة هون ومدرسة هون والمدرسة اللي موجودة هناك بالزاوية، وهي مدرسة اشتغلت اسمها شويفات، وحيكون كمان في وحدة فيكتوريا وجيمز سكول. هلأ المنطقة اللي نحن عم نتكلم عليها اليوم بالفيديو هي هالمنطقة اللي موجودة بهالمكان، وهون حيكون المكاتب الموجودة من شركة أرادا اللي عليها الاستثمار، الموجودين كمان بضمان من شركة أرادا 8% بعوائد سنوية لمدة 10 سنوات. فعنا نحن هذا الكومبلكس. طبعا مش بس بيميز المشروع برأيي انه عليه عوائد مضمونة لمدة 10 سنوات، مثل هيك مشروع كومبلكس تجاري مكاتب مش موجود بإمارة الشارقة بأي مكان، فهذا عم بيكون أول مشروع مثل هيك، وهذا الفريد من نوعه بهذا المشروع. وزي ما شفنا مع بعض هذا المشروع المميز من أرادا. هلأ الأسعار بتبدأ للمكاتب تقريبا من 3 مليون درهم، وعندنا كمان طوابق تقريبا أسعارها بتبدأ من 17 مليون، واللي حابب يستثمر بمبنى كامل تقريبا بيبدأ من 115 مليون درهم. اللي مهتم بهذا المشروع أو بين أي مشاريع بالإمارات ممكن يتواصل معي. كان معكم بسام.